انا من الشعب مثلي مثل الشعب. انا ما خلقت ملعب ذهب بتمي، ما خلقت ورتاني عن بيي. انا اكثر حدا بيعرف قيمة الشغل والتعب والفقر والسيرفيسات والتاكسيات والديون كلهم هودولي. انا غير مش معناتها اذا انا الله وفقني معناتها انه انا ما بحس بغيري، بحس بوجع غيري. فنحن اليوم موجودين لانه يلي بيصير على البلد بيصير علي، يلي بيصير معه كمان بيصير علي، وانا ما عندي تمييز عن غيري ولا عندي بريفيلاج عن غيري. اذا البلد افلس انا بافلس، اذا البلد فقر انا بفقر. اذا صار في حرب في ولادي بالدق، في ولادي بالدق مش بس انا. فانا اليوم مثلي مثله